مشاهدينا الكرام، اعلام وزاره الدفاع وصل الى مدينه القائم، وهذا هو سوق القائم. اعلام وزاره الدفاع راح ينقل لكم تفاصيل هذا السوق والحركه، شوفوا الحياه بالعراق وفي هذه المناطق الحدوديه، تعالوا ويانا. السلام عليكم. السلام عليكم، شلونك عيني؟ شلون صحتك؟ احكي لي شلون سوق القائم؟ شلون اليوم الوضع هنا عندكم؟ والله زين. اريدك تحكي لنا يعني الوضع اليوم هنا شلون؟ ما شاء الله الوضع امن والمنطقه هادئه، وضع طبيعي، خدمه الجيش والحكومه. شلون تعاون الجيش وياهم؟ حيل زين، جيش وحشود كلها بالعكس، احنا شلون تقول احنا مستاهلين وياهم، هم زينين ويانا. والله احكي لي شلون السوق هنا؟ شلون الحركه؟ زين، اسعار حلوه. اهلا وسهلا باعلام وزاره الدفاع في قضاء القائم. مثل ما شاهدتوا وتجولتوا في قضاء القائم، المواطنين عوده كبيره لهم من النزوح بسبب كون القطاعات الامنيه من الجيش العراقي المتمثل بقياده عمليات الجزيره والفرقه الثامنه والقطاعات الملحقه الاخرى مع هذه القياده تقوم بتامين الوضع الامني والقيام بفرض طوق امني على مدينه القائم لغرض توفير الامن للمواطنين. الوضع ما شاء الله حيل زين، بوجودكم ان شاء الله، بوجود القوات الامنيه المشتركه وقوات الجيش، ما شاء الله على الوضع. شلون هنا السوق حيل زين، الحركه ما شاء الله متواجده، الاهل بعد جاي يرجعون محافظات خارج الدول، تركيا، يعني الوضع زين ان شاء الله. مشاهدينا شفتوا الحياه هنا بالقائم، شفتوا الوضع، يعني الوضع الامني، اكو تعاون بين الشباب وبين اهل المنطقه وبين القوات الامنيه حقيقه، يعني هناك علاقه وثيقه هي هاي اللي تفرحنا، هي هاي اللي تثلج الصدور. بعد ما انجلت غيمة الإرهاب، اليوم القائم تعيش في أجواء آمنة وأجواء مستقرة، وإن شاء الله ربي يديم عليهم نعمة وأمن وأمان إن شاء الله وخدمات. وجولتنا اللي هنا انتهت، تقبلوا تحياتي، سلام الربيعي، إعلام وزارة الدفاع.